نجومنا وكباتننا الكبار. التحليل الفني وادي ضربة راسية، ادي ضربة راسية وهدف، هدف عن طريق بلال الظهير الايمن بلال عفة، يضيف الهدف الرابع لفريق الافريقي علشان يعيد التقدم وزيادة التقدم مرة اخرى لفريق الافريقي. بقول لحضراتكم عند نادي الزمالك اخطاء في العمق الدفاعي، وادي كورة ملهاش لا طعم ولا رائحة، ارتقاء اتنين لوحديهم تماما، اتنين خاليين من الرقابة تماما، هم لوحدهم اللي نطين في عمق دفاع نادي الزمالك اللي انفتح بشكل غريب جدا جدا، وضرب